وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تعقد فعاليات المؤتمر الاقتصادي، مراسلة التلفزيون المصري جيرمين إبراهيم. جيرمين، بعد التحية، يعني ضعينا في أجواء المؤتمر لديك وأبرز الوجوه الاقتصادية المشاركة في هذا المؤتمر. جيرمين، أكرر التحية بك مرة أخرى. جيرمين، وضعينا في أجواء المؤتمر لديك وأبرز الوجوه الاقتصادية المشاركة في هذا المؤتمر. بعد التحية، كما ذكرت، نتابع معكم فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022. تابعنا منذ قليل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، وإعلانه عن بداية وانطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي يستمر من اليوم حتى 25 من أكتوبر الجاري، بمشاركة كبيرة من خبراء الاقتصاد والباحثين وأيضا المستثمرين إلى جانب جهات الدولة. نحن نتحدث عن أكثر من 20 جهة محلية ودولية و500 مشارك على مدار 3 أيام، وهي فعاليات هذا المؤتمر الاقتصادي الذي تم إطلاقه من أجل مناقشة أوضاع المستقبل الاقتصادي المصري. كما ذكرت، فعاليات هذا المؤتمر هي 3 أيام، ومخصص لكل يوم محور من المحاور سيتم مناقشتها خلال أيام مؤتمر الاقتصادي. تحدثنا عن المحور الخاص باليوم الأول، فسيتم مناقشة السياسات الاقتصادية الكلية للدولة. أما اليوم الثاني فسيتم مناقشة محور تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة العمل. أما اليوم الثالث فهو مخصص لمناقشة وصياغة خارطة طريق لقطاعات الاقتصاد القومي وآليات العمل بهذه القطاعات. بما أننا في اليوم الأول، فدعني يوسف أتحدث وأطلعك على مزيد من التفاصيل عن فعاليات هذا اليوم. تابعنا منذ قليل الجلسة الافتتاحية، وهي كانت خاصة بتقديم لمحة عن مؤشرات الاقتصاد وأداء الاقتصاد المصري على مدار العقود السابقة، وأيضا مدى قدرة ومرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات الاقتصادية المختلفة. وتابعنا خلال هذه الجلسة كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تحدث فيها عن جهود الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الدولة على مدار الفترة الماضية والسنوات الماضية، وإنه مع الأزمات الاقتصادية والضغوطات الاقتصادية تطلب ذلك وجود خطوات جذرية من الإصلاح الاقتصادي، وهو أيضا ما يحتاج وجود دعم شعبي لمساعدة تسهيل إجراء هذه الخطوات وهذه الإصلاحات الاقتصادية، لأن الأزمات الاقتصادية لا تواجه مصر فقط ولكن بتواجه كل دول العالم. وكمان أكد الرئيس أنه الباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة في هذا المؤتمر وأيضا في كل الفعاليات الخاصة بخطوات الإصلاح الاقتصادي أو الإصلاح بالدولة بشكل عام. أيضا تابعنا كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكانت في بداية الجلسة الافتتاحية، والتي تحدث فيها أيضا عن أهمية خطوات الإصلاح الاقتصادي وأيضا المشروعات القومية التي تتم والتي أدت لزيادة الناتج المحلي، وأيضا مشروع مثل حقل ظهر أدى إلى أن مصر بتحتل المركز الخامس إقليميا في تصدير الغاز. في نفس الوقت تحدث عن وجود عدد كبير من التحديات أمام الإصلاح الاقتصادي، ولكن هذه التحديات يجب التحدث عنها من أجل وضع خارطة لإصلاح الاقتصاد المصري. فتحدث عن ضعف السيولة الأجنبية وأيضا ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب مشاركة القطاع الخاص، وأكد أنه يجب أن نعلم ونتحدث عن كل التحديات من أجل وضع خارطة الطريق، وهو الهدف الأساسي من هذا المؤتمر الاقتصادي. بعد قليل من المقرر أن تنطلق الجلسة الثانية في اليوم الأول، وهي يعني ستكون خاصة بالسياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرية على مواجهة الأزمات، وبعد ذلك ستأتي الجلسة الثالثة. بالطبع سنتابع معكم على مدار اليوم كل الفعاليات التي تخص المؤتمر الاقتصادي في يومه الأول. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. بكل تأكيد سوف نتابع معك جيرمين كل ما هو جديد في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022. جيرمين إبراهيم، مراسلة التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.